ينضم إلينا الصحافي من محافظة ميسان السيد أحمد الحلفي. أهلا بك أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، يعني لماذا كل هذه الضجة التي أثيرت حول يعني تسمم ما يزيد على 500 شخص قبل 4 أيام، وما زال الأمر يتفاعل حتى الساعة؟ أهلا وسهلا زميلتي سوزن، أهلا وسهلا بك. أهلا بك. كل مشاهدي قناة الفلوجة، أكيد يعني هذه الضجة أكيد هي من خلال الرقم، الرقم كبير جدا. نعم. يعني أنا أتفق مع الدكتور غزوان تماما، ولكن في نقطة واحدة بأن يقول بأن الإعلام، أكيد الإعلام والمواطن في حالة هلع. يعني إحنا لحد هذه اللحظة كمحافظة ميسان وباقي محافظات العراق لازلنا نعاني من الجائحة، على الرغم من قلة الأعداد. نعم. الآن الحمد لله والشكر أعداد قليلة جدا قياسا بالأيام الماضية. نعم. فأمر طبيعي جدا أن تكون هناك رعب لدى المواطن الميساني تحديدا. نعم. بعد. نعم. زايد الأعداد خلال أيام بسيطة جدا. بالفعل. لذلك كان هناك يعني إعلام لمعرفة الأسباب. نعم. تحديدا. يعني إحنا شخصنا حسب دار صحة ميسان، شخصنا بأن خلال بيانها اللي صدر يوم أمس. نعم. قبل. نعم. المؤتمر الصحفي الذي تم عرضه قبل قليل. نعم. كان هناك بيان لصحة ميسان، دار صحة ميسان تؤكد خلو. نعم. وهذا ربما أيضا كان مقلقا بشكل أكبر أستاذ أحمد، عندما يعني ذكرت دائرة صحة ميسان أو طمأن دائرة صحة ميسان بأن مصادر المياه نظيفة أو سليمة 100%، ما يتعلق بمصادر الأغذية أيضا سليمة في 100%. يعني في بعض الأحيان يعني هناك قلق يرافق تلك التطمينات. أكيد كما أسلفت زميلتي بأن إحنا لازلنا لحد الآن نعاني من جائحة. لحد الآن مؤسساتنا الصحية ومؤسساتنا الطبية هي لا تعاني الكثير، نقص في مؤسسات، نقص في الأبنية، نقص في الأجهزة، نقص في الأدوية. نعم. هذا كله متراكم زميلتي. أكيد. نعم. نعم. عندما يكون هناك أعداد أكثر من 500 ولحد هذه اللحظة هي أسباب غير معلنة، نحن نثمن كإعلام، نثمن جهود كل كوادرنا الطبية. نعم. على ما قامت به خلال الفترة الماضية، ولكن. نعم. في المقابل عندما تكون هناك أعداد أكثر من 500 وصلت إلى 568 حالة. نعم. على دار صحة ميسان أن تكون يعني نتائجها فورية. يعني الآن. نعم. تم أخذ العينات. نعم. ما ملاحظاتكم؟